موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. شعب مصر العظيم، في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد، يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث، نظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية، فثبت لها يقيناً أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه. في إطار الأولوية القصوى لتعظيم إمكانيات الدولة وقوتها الشاملة، تابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عنكثب جهود إنشاء القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شددت توجيهات سيادته على أن تكون القيادة الاستراتيجية صرحا لشعب مصر العظيم وإضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة، بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهاتها وتعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة. هذا وقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تفقدية للقيادة الاستراتيجية استعدادا لانتقال قيادة القوات المسلحة إليها، حيث كان في استقبال سيادته كل من الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من قادة القوات المسلحة. وقد أكد السيد الرئيس أن القيادة الاستراتيجية الجديدة ستقوم بدور محوري في تعزيز الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لحماية الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويسهم في تأمين مقدراتها وحماية المصالح العليا لشعب مصر العظيم. كما أجرى السيد الرئيس جولة بالأكاديمية العسكرية المصرية متفقدا عددا من منشآتها، ومن بينها مبنى رئاسة الأكاديمية للدراسات العليا والاستراتيجية، ومبنى معهد المدفعية، ومعهد المشاة، ونادي الفروسية بالأكاديمية. حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد على الأهمية التي توليها الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب، بما يضمن رفع مستويات الأداء والكفاءة للمتعلمين والمتدربين، ويعزز من قدراتهم العلمية والمعرفية والعملياتية، ويؤهلهم لتنفيذ شتى المهام التي توكل إليهم مستقبلاً. التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع رئيس مجلس الدوما الروسي على هامش مشاركته على رأس وفد من مجلس النواب في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس المنعقد في روسيا الاتحادية. وأكد رئيس مجلس النواب ثقة مصر وترحيبها بالرئاسة الروسية الحالية لتجمع بريكس التي ستعطي دفعة قوية له للعب دور حيوي على الصعيدين الدولي والإقليمي، مبديا تقديره التام لتنظيم البرلمان الروسي أعمال المنتدى البرلماني العاشر لتجمع بريكس، مع التطلع لمخرجات بناءة من المنتدى تسهم في تطوير التعاون البرلماني بين دول التجمع. كما أكد رئيس مجلس النواب حرص مصر على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي مع روسيا الاتحادية على كافة الأصعدة، مثمنا علاقات الشراكة والصداقة التاريخية التي تربط مصر وروسيا والتي تنعكس على العديد من مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، وفي مقدمتها المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحطة الضبعة للطاقة النووية وغيرها من المشروعات الواعدة التي تعكس علاقات الصداقة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة المنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 11 وحتى 13 من يوليو الجاري. وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصادات الناشئة، انطلاقا من أن الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال مشاركة أنجح في السياسات والممارسات التي أثبتت فعاليتها في مواجهة التحديات التي تواجهها تلك الدول وعلى رأسها التغير المناخي. كما أكد رئيس الوزراء أهمية تضافر وتكامل الجهود لكافة الأطراف المعنية للدفع قدما بأجندة التنمية والمناخ، حيث تبرز أهمية الشراكات الشاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة لخلق أساس من التفاهم والوحدة والتصميم حيال دعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة. شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول دفع التقدم في دول الجنوب مسارات ورؤى جديدة، والتي نظمتها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب وجامعة الأعمال والاقتصاد الدولي الصينية. وجاء ذلك على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة المنعقد بالعاصمة الصينية بكين. وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك 5 ركائز لتعزيز التعاون بين دول الجنوب ودفع التنمية في الدول النامية، من بينها بناء القدرات وتبادل الخبرات، مشيرة إلى أن التعاون المشارك يحفز الدول على الاعتماد على الذات ويدعم القدرات الإبداعية لمواجهة تحديات التنمية، فضلا عن تحسين الاتصال والوعي بالمشكلات التي تواجهها الدول النامية وتوسيع نطاق المعرفة والخبرات المتاحة لدى المواطنين. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. جاء ذلك انطلاقا من حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتزامنا مع المبادرة تواصل منظومة أمان توفير عبوات غذائية بتخفيضات تصل إلى 50%. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. استمرار لنجاحات مبادرة كلنا واحد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من المبادرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع غذائية وغير غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره دي، وبتمنى ان هي تفضل على طول مستمره باكتر من وقت لان احنا عايشين بيها. كويسه جدا. انا كسبت بيت مثلا فيه اصنافها الزيت والسكر والرز والحاجات دي، شيء يومي في حياتنا، فانا مبسوطه جدا ان هي مستمره معانا، وعلى طول طبعا بتمنى من سياده الرئيس ان هي تبقى موجوده ما تتقطعش عندنا. انا جبت كل متطلبات بيتي، جبت زيت سكر شاي مكرونه، جبت حاجات كتير جدا وفعلا بسعر في متناول الجميع، يعني اي حد لو جه مكان زي ده هيعرف الفرق بينه وبين اسعار بره. الحاجات هنا كلها رخيصه، ان كان رز او سكر او زيت او اي حاجه كلها كويسه، حتى اللحوم هنا بردك كويس، يعني هم مش سايب حاجه بصراحه. الملابس وكله كل حاجه كويسه فيها واسعارها حلوه. تشهد هذه المرحله من المبادره مشاركه واسعه من الشركات والاسواق والسلاسل التجاريه الكبرى وموردي اللحوم وخضروات وفاكهه وتجار جمله وتجزئه لتحقيق وفره المعروض في 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 40% وبجودة عالية. المبادرة جميلة جدا، في فرق شاسع بين الأسعار بره والأسعار اللي موجودة في المبادرة هنا. يا ريت سعادة الرئيس يخلي الموضوع ده مستمر على طول. مبادرة ممتازة وكويسة، مسهلة علينا في حتة الأسعار. الأسعار هنا قليلة، اللي كان بيشتري مثلا كيس سكر لا ممكن يشتري 3 و4 و5. نشكر السيادة الرئيس على ان هو منزلنا المبادرة ديت، اسعارها حلوه ومتناول ايدينا، بقدر اجيب احتياجاتي كلها. في حاجات كتيره جدا انا اشتريتها من هنا من الهايبر، مبادره في اسعار كويسه. هنا الاسعار منضبطه والاسعار حلوه مش وحشه، احسن من بره كتير. في فرق عن بره كتير قوي 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 في الاسعار، حتى مش فرط في الاوضه الغذائيه، في كل حاجه متوفره كتير يعني. والله المبادره شيء جميل بصراحه، ويا ريت تستمر على طول، وبنشكر سياده الرئيس طبعا على المبادره ديت. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب.
وتزامنا مع المبادرة تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد. كما توفر منظومة أمان عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال قوافل السيارات الموجودة في الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية. أنا كنت معدي رايح الشغل، لقيت عربية مبادرة كلنا واحد بتبيع الكرتونة بنص الثمن، وربنا خلينا سيادة الرئيس. يعني الكرتونة دي بره يعني أكتر حاجة تكون 150 جنيه، النهاردة ب 75 بنص الثمن. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة اللي موجودة هنا في بورسعيد، ويا ريت تفضل مستمرة على طول. بنشكر الرئيس على اهتمامه بينا وعلى أسعاره الرخيصة اللي بينزلها لنا، وربنا خلينا الرئيس رب. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. من مرحلة إلى أخرى تؤكد مبادرة كلنا واحد سعيها المتواصل نحو دعم الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء عنهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية.